في عناوين نشرة الليلة: جورج زريق إلى مثواه الأخير، وأسرته تنال حصانة نيابية كويتية. تبرع لهم مبلغ من المال حدود 10,000 دولار، وراتب شهري من عندي للأسرة للأولاد وعائلتهم. كم من جورج يحتاج لبنان قبل ثورة البوعزيزي؟ المأساة اللي عاشها جورج زريق، وهالصرخة اللي عملها قدام المدرسة لقلنا كلنا أنه أنا رح موت بس أنتوا عملوا شيء. أكثر من مليون لبناني يعيشون ب6,000 ليرة يومياً. أنا مش كافر بس الجوع كافر. ظاهرة الانتحار في لبنان، فتشوا في الوضع الاقتصادي. يعني عم نحكي عن 400 حالة انتحار بلبنان سنوياً؟ حد أدنى. زيارة ظريف تكهرب الحكومة اللبنانية. هل اليوم أرمينيا هي ضمن المحور؟ هل اليوم تركمانستان ضمن المحور؟ هل باكستان ضمن المحور؟ هل أفغانستان ضمن المحور؟ هل المحاظير اليوم فقط هي موجودة على لبنان؟ واشنطن وثورنة فنزويلا. وفي فن الخبر: محطات نجاح كفرنحوم قبل الأوسكار. كفرنحوم لبنان for best foreign language film. كفرنحوم لبنان. وفي ترينز: جورج زريق أيقونة السوشيال ميديا. تفاصيل هذه العناوين وغيرها من الأخبار ترقبوها في النشرة بعد قليل.